الاب الابن الروح القدس الاله والمجد الاب الابن القدس الان وكل اوان وبرد الدور امين. الانجيل اللي اتقرا علينا من انجيل يوحنا الاصحاح الثالث، وكان بيتكلم على معموديه يوحنا وازاي ان الجدل اللي بيتم بخصوص التطهير، وطبعا كنوع من المنافسه بين يوحنا وتلاميذه وبين السيد المسيح وتلاميذه، لدرجة أن تلاميذ يوحنا لما راحوا لسأل يوحنا قالوا له هوذا يا معلم، هوذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. وتبين الموضوع ده حتة البشرية وحتة الغيرة وحتة إحنا يا ترى إحنا وضعنا إيه، وحتة المنافسة بين التلاميذ يوحنا وتلاميذ المسيح وتلاميذه. ولكن حقيقة قديس يوحنا المعمدان قال شيء جميل قوي ورد برد جميل قوي. فيقول أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا من نفسه وحده إن لم يجد قد أعطي من السماء. أنتم تشهدون لي أني قلت لكم لست أنا المسيح، بل أرسلت أمام ذلك من له العروسة فهو العريس. أما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت العروس إذا فرحي هذا قد كمل. وبالتالي كده أن يوحنا المعمدان حسم الموقف وحسم الفكرة اللي هي ممكن تدور في نفوس التلاميذ، نقطة المنافسة ومن نقطة مين إحنا لنا الحق في إيه أو ملناش الحق في إيه. فإن هو بيقول يعني إن هو مش المسيح لكن هو يعني صديق المسيح، أو بمعنى أصح صديق العريس. وأصبح اللقب اللي يوحنا المعمدان يتكلم عليه لقب مهم قوي لينا إحنا وللكنيسة كلها، إن السيد المسيح هو عريس الكنيسة وعريس كل نفس. ده من احدى الالقاب المحبوبه قوي قوي لشخص السيد المسيح. احنا عارفين ان الالقاب السيد المسيح كتيره قوي، لكن اللقب العريس ده من احب الالقاب الى قلبه، لانه بيبقى فيه زي علاقه شخصيه بين اللقب دوت واحنا وكنيسته. وعشان كده حتى لما راح الناس اليهود راحوا للتلاميذ وقالوا له ان ازاي ان تلاميذك مش بيصوموا، قال لهم ما دام العريس يعني موجود يعني لا يستطيع عن ايه ان يصوم. فاصبح ان هو بيشير الى نفسه كمان ان هو ايه العريس. وكمان اتكلم في امثله مهمه قوي قوي ترمز الى ايه العريس، زي مثلا العذارة الحاكمات والجاهلات، أشار إلى نفسه بأنه هو إيه العريس. والمثل كمان العشاء وثياب العرس، عشاء العريس وثياب العرس. فأصبح أن اللقب ده محبوب جدا جدا لقلبه ومحبوب جدا جدا في العلاقة بيننا وبينه. هو إيه السر في الموضوع ده؟ السر ان تملي في علاقه سريه بين الزوج والزوجه او بين العريس وعروسته. وهو بيشير كمان ان في علاقه سريه وقويه بين شخصه اللي هو العريس وكنيسته اللي هي الايه العروس. ودور يوحنا المعمدان ان هو صديق العريس اللي هو الحقيقه بيشهد ويؤكد بايه بطهارة العروس. عشان كده يوحنا المعمدان جه يدعو العروس بتاعت السيد المسيح إلى التوبة عشان يؤكد طهارتها وطبعا بتوليتها وعذراويتها. فأصبح إن إحنا في علاقة سرية بيننا وبين شخص السيد المسيح، وحتى بنطلق عليه إن هو العريس السماوي. فأصبح إن هو كمان زيادة اللقب إن هو مربوط بالسماء. فأصبحش إن المعلومات اللي إحنا بنعرفها عن العريس أو اليهود اللي كانوا يعرفوا إيه دور العريس إن هو يقوم بيه كان دوت ده بشكل أرضي. عشان كده
يعني إن هو عايز يقول إن الموضوع ده أسمى وأعلى من الفكر اللي إحنا بنفكر فيه. طبعا في ناس كتير قوي قوي وفئات كتيرة قوي قوي لقت المفهوم ده ومن هي حتى صغيرة، وحست إن هي فعلا كل نفس إذا كان طفل أو شاب أو يعني راجل مسن أو واحدة مسنة أو زوج أو زوجة، ناس عندهم أولاد ناس ما عندهمش أولاد، ارتبطوا بالعريس في علاقة سرية وجميلة قوي قوي. فالفئات كتير، وطبعا بترمز إلى الكنيسة وما لهاش دعوة بالوضع الاجتماعي بتاع الشخص إذا كان متزوج ولا غير متزوج. أتاري بقى هنا إن العروس إن هو هي كل نفس ما ارتبطتش بحد إلا بشخص السيد المسيح، وأصبحش إن العالم يدخل في قلبها أو فكرها، وأصبحت إن هي بتقدم فعلا قلبها وجسدها وحياتها كلها من أجل شخص المسيح. يعني ما ارتبطتش بأحد بحد تاني إلا بالواحد اللي هو شخص السيد المسيح، فأصبحت إنها لها الحق إنها تكون إيه عروس المسيح. فكل واحد فينا احنا يبقى عندنا عروس للمسيح. ومعلمنا بولس الرسول حقيقه ابدع في المفهوم دوت في حاجات كتيره قوي، وبيقول في كورنثوس اني اغار عليكم غيره الله لاني خطبتكم للرجل الواحد لقدم عذراء عفيفه ايه للمسيح. يعني هو بيقدمنا كلنا بيخطبنا للإيه للمسيح. أتاري دور الكنيسة إنها تقدم الخطبة من خلال عمل الروح القدس لكل نفس مننا بالمسيح، وده بيتم في إيه في المعمودية طبعا كلنا. وأصبحت إن في فئات معينة ترتبط بالموضوع ده بمفهوم جميل من الفئات دية الرهبان، وطبعا الرهبان والراهبات، وحتت كتيرة قوي في الإنجيل يطلعوها يدوها للراهبة وهي بتترشم يعني في النوع من الطقس، إنها تبقى حاسة فعلا إن المسيح هو عريسها، مع إن هو المسيح هو عريس كل نفس. وفي الرهبنة الكاثوليكية يدوا للراهب وهو راجل يعني خاتم والبسم على أساس إنه مخطوب لإيه للمسيح. شوفوا بقى ازاي. فاصبح المفهوم ده مهم قوي. واحنا كمان بنشوف فئات عجيبه جدا بنحس ان هي فعلا عروس للمسيح، وانها فعلا بتهيئ نفسها للمسيح كعروس، وكل نفس فعلا رفضت العالم ورفضت كل مباهج العالم دي تستحق انها تكون ايه عروس للمسيح. الكنيسه ككل هي عروس للمسيح، وطبعا الكنيسة هي جماعة المؤمنين، معناها جماعة النفوس جماعة المؤمنين، فكل نفس موجودة في الكنيسة تعتبر عروس لشخص السيد المسيح. في ناس فطنوا للموضوع ده بعد مدة لما مثلا جربوا الزواج ولقوا إن في الزواج مفيش الكلام اللي احنا بنسمعه عن العريس السماوي، فحسوا بالفرق الكبير. فلما ينتهي الزواج بأي شكل من أشكال يبقى الإنسان يوجه نظره على مين؟ على شخص السيد المسيح، ويقول ده هو ده فعلا هو ده عريسي، وأنا مش محتاج لأي ارتباط بأي نوع من الأنواع لأن أنا بركز على مين؟ على العريس السماوي. ويبقى إحنا فعلا من خلال العلاقة السرية ديت شكل الكنيسة بيتغير، إن إحنا فعلاً بنركز على العريس السماوي. ولو تاخدوا بالكم إن السيد المسيح في أول معجزة يتمها عرس قانا الجليل، طب هو ليه أتمها؟ عشان يقدس سر الزيجة ده من ناحية، لكن كمان ليعلن نفسه إن هو عريس الكنيسة، عريس كل نفس. فهو قدم وحول الماء إلى خمر بمعجزة إلهية، ودي كان أول المعجزات، لكن في نفس الوقت بيقدم نفسه العريس السماوي والعريس بتاع كل نفس عروس الكنيسة. وتملي لما الكنيسة يعني تقدم شيء جميل، يقول الكنيسة النهاردة عروسة، الكنيسة جميلة شيء عجيب قوي.
عشان كده العريس السماوي ده فعلا بيغطي كل احتياجات نفس العروس، كل احتياجاتها، وتشوفوا ان ازاي يعني يقدم لها الحب بأعلى صور، ويقدم لها نفسه بأعلى بأسمى الدرجات، ويقدم لها كل احتياجاتها من فرح، من سلام، من بر، من طهارة، من تغيير الطبيعة بتاعت، من إحساس بالوحدة. الناس اللي حس بالوحدة بس تلاقي أن عريسها السماوي ده يبقى هو يعمل لها الكمباني اللي هو يعني يصادقها وتحس بوجوده. عشان كده الأباء الرهبان والراهبات يقعدوا طول الليل يصلوا لوحديهم في القلاية. طب إيه السر؟ لأنهم مع عريس السماوي مش حاسين بالوحدة. والإنسان يتوحد بعيد عن الإيه؟ عن الدير، ويحس إن هو مش وحيد. ليه؟ لأنه هو عايش حياة الوحدة مع الله، مش وحده، مش حاسس بالوحدة. في حين إن في ناس كتير قوي في علاقة في الزيجة أو في علاقة أسرية في بيوتهم يشعروا بالوحدة. ده فرق كبير قوي. ليه؟ لأن هو حاسين إن الإيه؟ إن مفيش العلاقة السرية والمحبة الموجودة بينهم وبين اللي حواليهم، مفيش التآلف والتلاؤم، مفيش الكلام اللي هم يوصل قلوبهم لبعض. فأصبح إن العريس السماوي دوت يشبع احتياجات النفس، وحتى لو هم في وحدة بعيد عن الناس ما يحسوش بيها. وعشان كده بابا كرولوس كان متوحد، لأن هو مع عريس السماوي، والبابا شنودة كان متوحد، عاشوا حياة الوحدة مع الله وحسوا فعلا بالعلاقة السرية. لكن طبعا معروف يعني ان طبعا العريس ده بيقدم حاجات كتير، يقدم مهر ويقدم شبكة ويقدم ويقدم ويقدم. السيد المسيح قدم اكبر شيء، يعني مش على مستوى المادة، لكن ايه؟ قدم نفسه، قدم جسده. يعني مهما الإنسان سمع عن إنسان بيعمل زوجته مش ممكن يقدم جسد. عشان كده إيه بولس الرسول بقى حط الموضوع ده في أفسس 5، وبنقراها في إيه كل إكليل. يعني نقول أيها الرجاء أحبوا إيه نساءكم كما حب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها. قدم يعني بذل نفسه على أعلى مستوى روحي إنه يقدم نفسه من أجل إيه كنيسته. شوف إزاي بقى. عشان كده احنا بنقول الايه الازواج الماليه، ترى قدمتوا ايه بالظبط، قدمتوا ايه. وطبعا المثل دوت مثل جميل قوي بنحتذي به في كنيستنا، ماذا يقدم العريس لعروسته، ماذا يقدم. لكن في نفس الوقت مطلوب من الايه من العروس وكل نفس انها تقدم للمسيح، بس بتقدم له بقى من خلال الحب ده اللي هي اخذته. فلما الكنيسة شافت حب المسيح ده فعملت له إيه؟ خضعت ليه. قالت يا الحب ده أنا ما شفتوش قبل كده، النوعية دي ما شفتهاش قبل كده، فأنا إيه أخضع له. فخضوع العروس دي عن حب إيه العريس، فشافت قد إيه إن العريس قدم نفسه على الصليب فتخضع. عشان كده طاعة النفس للعريس دي مهمة قوي قوي. فالإنسان الروحي دوت النفس الروحية دي تخضع لكلام المسيح، تحفظ وصايا المسيح وتخضع له بكل حب، لأن عارفة أن العريس قدم نفسه من إيه من أجلها. الحاجة الثانية أن يكون لها الوفاء والولاء الكامل ليه. يعني ما فيش زوج يقبل على زوجته إنها تنحرف بأي شيء، وأن يكون قلبها يميل إلى شخص آخر. نفس الحكاية احنا كنفس للعروس لازم ان قلبنا ما يميلش للعالم ابدا، ما يميلش لاي شهوه، ما يميلش لاي حاجه تعكر صفو الحياه الروحيه بيننا وبين ايه بين العريس. العلاقه نقيه وساميه جدا جدا، ما تقدرش انها تتخدش باي شيء. فالوفاء والاخلاص من نفس العروس ده للعريس مهمه جدا جدا جدا. كمان إن في سفر الرؤيا قال إن شاف إنه إيه أورشليم دي نازلة كعروس مزينة إيه لرجالها. فأصبحت إن الكنيسة دي بتتزين، تتزين يا ترى بالإيه؟ بالفضائل.
يعني النوع التزيين الموجود في حياة العروس ديت دي كلها فضائل. فضائل إيه بقى؟ الطهارة والبر والاتضاع والوداعة والمحبة والغفران، كل الحاجات ديت. فأصبح أن كل نفس بتقدم نفسها عروس للمسيح تبقى متزينة بجميع إيه؟ الفضائل ديت. عشان كده مهم قوي قوي أن احنا نتعامل بالمضايا. يا ترى أنا المسيح لما يجي يقول لي أنا عايز عروستي، هقول له إيه؟ أنا هو قدم كتير، قدم لي كتير، لكن أنا هقدم إيه؟ أقول له أنا استحقك يا رب، ما استحقكش. عشان كده مهم قوي قوي أن الإنسان يفكر قوي قوي بإيه؟ يا ترى أنا الفضائل بتاعتي إيه؟ كتير قوي قوي بنقف قدام ضعفاتنا مشلولين ولا نتغير. وعشان كده الكنيسة بتقدم لنا قداس كل يوم للتغيير. كل واحد عنده ضعف في المحبة، ضعف في عنده نقطة غيرة، ضعف يعني عنده بيبص لغيره، واحد بيبص للعالم، واحد يجي كل يوم يتغير، يغير كل الضعفات ديت إلى إيه؟ إلى فضائل. وده هو التزيين النفس الحقيقي. من الحاجات الحلوة قوي كمان أن النفس تتمتع قوي باللقاء بينها وبين العريس، حتى تتم الاتحاد التام السري في الأبدية، فتتم الموضوع ده في إيه؟ في العبادة. عشان كده يا جماعة تملي بسمع التايتل ده، لما الكنيسة تكون في مثلا ليلة عيد، ولا في أيام أسبوع الألام، ولا في أيام الأعياد بصفة عامة، ويكون الكنيسة كده ملتهبة بالحب وبتسبح من كل قلبها، الناس تقول النهاردة الكنيسة كانت عروسة. وده فعلا أتاري بقى إيه؟ إن إحنا بنمارس العلاقة السرية والاتحاد السري دي في إيه؟ في العبادة. فتبص تلاقي التسبيح والعبادة ده بيشبع النفس، وكأني أنا بتقابل مع العريس بتاعي، كل نفس لوحدها وكجماعة للكنيسة، كل نفس كمان على مستوى الجماعة. عشان كده مهم قوي العبادة، مهم قوي إن أنت تطلب من قلبك وترفع قلبك وتصرخ. والشمامسة دورهم إن هم يوصلوك للحالة دي. لو ما وصلوكوش الحالة دي فقدت العلاقة اللي بين العريس وعروسته، إن العلاقة إن ما فيش التهاب الحب. لكن الكنيسة اللي ملتهبة بالحب بتسبح وتشترك وترفع صوتها وتصرخ. ليه؟ بصرخ بإيه؟ بالحب اللي ملتهب في قلبي دوت، المشاعر إيه؟ الجميلة. فعشان كده مهم قوي قوي إن احنا نعبر عن العلاقة الجميلة ديت اللي بيننا وبين شخص السيد المسيح، إن هو عريسنا إيه؟ السماوي، لغاية في الآخر في الآخر، يعني لما يسمع صراخ وزع العريس إيه؟ قد أخبر، يعني خلاص السيد المسيح جه. ودي الوقت اللي كل نفسي تشتهيه، إن أنا أتخلص من الجسد اللي أنا فيه ده، وأتخلص من العالم اللي أنا عايش فيه، وأن أنا أكون في شركة سرية وحلوة جميلة مع إيه؟ مع شخص السيد المسيح. الأباء القديسين خاصة أباء الإسكندرية زي القديس مكاريوس كتب كتير قوي عن العريس السماوي في مقالات ووعظات، كتب كتير. وشهوة كل راهب وراهبة، وشهوة كل واحد أن فعلا أن المسيح يجي وهو يكون في حالة من استعداد وعبادة. عشان كده تملي يصلوا بالليل، تملي يصلوا بالليل. طب النهار ده ما ينفعش؟ لا لا، زيادة عن النهار يزودوا كمان بالليل، يقول لا لا أنا منتظر العريس السماوي ده. فإحنا في حالة انتظار واشتياق وشوق وحب لعريسنا السماوي. عشان كده كل واحد فينا يقول يا رب هل أنا مستعد أن أقابلك؟ هل أنا مستعد للعرس ده؟ هل الثياب بتاعتي ديت نقية وطهرة ونظيفة وتليق بالعرس السماوي ده، ولا أنا ماشي في العالم وفكر العالم؟ عشان كده أحبائي إحنا لازم نراجع أنفسنا، يا ترى هل إحنا مستعدين للقاء العريس ولا لا؟ ربنا يدينا نعمة وبركة أن يدينا المفهوم الروحي دوت، وأن إحنا نعيد أعياد روحية في حياتنا، وتبقى على المستوى الموضوع دوت أن هو عريسنا السماوي، وارتفعت العروس من المستوى الأرضي إلى الفكر السماوي والحياة السماوية. لإلهنا كل مجد وكرامة.